احتفاء باليوم العالمي للمرأة، نظم مجلس جهة الداخلة وادي الذهب حفل تكريم على شرف عدد من النساء العاملات بالجماعات الترابية بالجهة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الجهة وعدد من الموظفات والفاعلات الجمعويات. وخلال الحفل ألقى رئيس الجهة كلمة بمناسبة يوم النساء العالمي، أثنى خلالها على المجهودات الجبارة التي تبذلها النساء. هذا اليوم يعني هو يوم ذكرى عيد المرأة، ونحن يعني انتهزنا هذه الفرصة من أجل تكريم بعض النساء اللي معروفات بالعمل وبالجد، يعني اخترنا نموذج هذا العام هو أقدم نساء موظفات في الجامعات المحلية. أعتقد بأنه يوم المرأة يعني عيد المرأة العالمي هو عيد مهم، لأنه يكرس مكانة المرأة في المجتمع. الدول المغربية لم تبخل في هذا الميدان، تعلمون بأن الدستور وضع للمرأة مكانة أساسية، ونحن اليوم نكرم المرأة في جهة داخل وادي الذهب. وفي لحظة التكريم امتزج العرفان بالتقدير والمودة لمجهودات النساء ساهمنا ولازلنا في مسار التنمية بالجهة. أنا كنشكر المسؤولين وكنشكرهم اللي تفكرونا، والحمد لله الجهة ديالنا والخدمة ديالنا ما مشاتش، وبلادنا هذه وخوتنا هذه، والحمد لله كيعرفوا لنا غير الخير، وكنشكرهم على هذا التضحية وعلى هذا التكريم ديالهم. كنتمنوا كل شيء إن شاء الله كاع النساء كل تقدم بها، ونتمنوا لهم الخير الجميع. 8 مارس مناسبة للوقوف على أبرز الإنجازات التي حققتها النساء عبر العالم، مناسبة للتكريم وأيضا لاستنهاض الهمم من أجل بذل جهود أكبر للرقي بأوضاع النساء في وضعيات صعبة.